شكرا جزيلا. عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. مدينة كريعة واحدة من التواصل المجهودات وتنظيف هذه الأحياء والأزقة ومشروعنا القادم إن شاء الله شجرة كل أمام كل بيت. الله استعمرنا والأرض غدا تشهد فحصاد اليوم غراس. الله تعالى بركاته زرفاوي الهادي المدعودود الحاج على المدنية. لا لم نخلق عبدا حاشانا. يعني نتمنى أن الشريعة بالفعل ترجع مكان التوت القديم تاع عمي الهادي ربي يرحمه، وهذا هو المنى تاعنا. ونحن باذن الله جايين باش ننور الشريعة بالورد وبالنخيل وبالتوت ورجاء خضراء، ونحن بخدم الشريعة كجمعية نشور لا طالبين لا جزاء ولا شكورا، كل لوجه الله. وان شاء الله الله عز وجل يتقبل منا اليوم تاع الجمعة. وشكرا لكل إدارات الشريعة من شرط إلى درك إلى حماية مدنية إلى مصلحة المياه التطهير البلدية كل الإدارات مرحبا بهم وجزاهم الله ألف خيرا في نجاح الحل. بارك الله فيك. نعاون أعوان الحماية المدنية ونسلم على اليوم الحفل قبل التشجير معها جمعية جسور باش نقوموا بعملية التشجير تحت عنوان عودة شجرة التوت إلى موطنها. وبارك الله فيهم كامل المساهمين في هذه العملية، ونتمنى نتمنى نتمنى المواطنين يلتحقوا في المكان ويوصلوا للعملية. بارك الله فيك. سبتي هذا الرجال العمليين أينما تجد سبتي أينما تجد جسور. نحن في خدمة الحفر. أنا بمعولي هذا أزرع شجرة. هذا صديقي لقمان المساعد الرئيسي في أي مكان. تحية جسور. تحية بولا وبيوش. هيجانا ربنا إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا فينا على الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا لنا شباب وكلنا بالعصر غنينا. معاي وقول ما في مستحيل رددها وانقلها لجيل بعد جيل. ردد معاي وقول ما في مستحيل رددها وانقلها لجيل بعد جيل. وعقولنا هي رؤوس أموالنا ما قلت لك هذا الزمن أصبح لنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا بالعزم غنينا. يا واش توصيهم على الشجرة يا دير؟ نوصيهم انه هذا الجهد اللي قاموا به الشباب يحافظوا عليه، كل واحد يحافظ على الشجرة اللي قدامه يرعاها وما يخليش ما يخليهاش عرضة للتلف، وان شاء الله يتبدل المشهد ان شاء الله في الشريعة بعد سنة وسنتين تصبح المدينة الجميلة اللي معروفة جمالها ونقاء هوائها وجود جمالها. يعني حقيقة يعني الشباب يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة. جسور جمعية جسور هذه استطاعت انه
توقظ ضمائر الناس وتعيد لهم حب مدينتهم. الشريعة اللي احنا نتمنى انها تكون ان شاء الله عاصمة للولاية ممتدبة ان شاء الله. الشريعة الجميلة. صباح الخير جسور. صباح الخير جواسر. ان شاء الله العملية انطلقت على احسن ما يرام. ربي يوفقنا اللي فيه الخير. نهضة كبيرة للشريعة والناس الشريعة بالتوفيق للجميع ان شاء الله. بارك الله فيك. من آدم جئنا ومن حوراء الرحمة وأجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه مبادرة مبادرة جيدة ويا حبذا يا حبذا لو أن الشعب خاصة كان شريع لأنه فات عندها التوعية والتوعية يحافظوا على الشجرة والشجرة السجرة مدينة شريع مدينة التوت سابقا ونحاولوا أنه إن شاء الله نرجعها إلى مالنا السابق هذا كنت قبل ونحاول ان شاء الله ان تكون المبادره هذه مستمره ان شاء الله ونحاول انه ما نيأسوش لانه لأن المبادره تكون كل مليحه راهي تكون فيها شويه خلفيات وتكون شويه فيها صعوبات ونحاول انه ان شاء الله نواصل. بارك الله بارك الله في الشيخ قيم كبرى لما نعليها تعلينا الشر هذايا باش تستمر ان شاء الله الشريعه فهمت وكل حانوت حدا الشجره ماذا به يحافظ عليها حتى تدور الشريعه وتقول تحاول الله تقول الشريعه بكل طول ما هي مشاريع البلديه المستقبله ان شاء الله فيما يخص التشجير او الحفاظ على البيئه وتجديد المدينه. كاين عمليه خصت البلديه مبلغ مالي على تفجير الشريعه ومبلغ مالي فيما يخص حديقه وسط المدينه راح نعاود التهيئه نتاعها ان شاء الله. قائمين على هذه العمليه اشكرهم اولا ثانيا ان شجرة التوت بالنسبة للمدينة دي من ناحية البيئة ومن ناحية التعقل المناخي هي أول شجرة صالحة سواء كانت من الحرارة أو البرد وبذلك يسمى إعادة اعتبار لشجر التوت وضربا للإهمال واللامبالاة من طرف قد نقول بصراحة من طرف الإدارة في الجانب الجمالي للمدينة وبالتالي أشكرهم وأشجعهم وأتمنى لهم النجاح. بارك الله فيك. كالشمس تعيش طمائرنا ونحب الفرحة لسوانا نتسابق صباح الخير مسعود ايضا موجود مسعود لم يقف ابدا مسعود دائما حاضر الشريعة في قلبي الشريعة في كل مكان في وجدانه الشريعة امنا جميعا يجب العودة اليها والحمد لله نحن حاضرين في كل وقت عملية التشجير هذه من جمعية جسور بارك الله فيه وبارك الله في كل أعضائها وفي كل المتطوعين وفي كل أبناء المدينة وفي كل الإطارات الواقفين معنا اليوم نشكر الجميع
ونشكركم أنتم شباب المدينة، بارك الله فيكم، كل من ساهم في هذه العملية عن قريب وعن بعيد بأي شيء سواء مادي أو معنوي أو حتى بالصمت، لأن أحيانا حتى الصمت يعتبر مساعدة. أشكر الجميع وأتمنى أن تصبح هذه المدينة خضراء جميلة كما كنا نعرفها في السبعينات والثمانينات، وأتمنى أن تصبح الشريعة وردة في مدينة تبسة وللشرق الجزائري والجزائر ككل. عفوا، أشكركم مرة أخرى وتحياتي للجميع. إخواني في المهجر سواء كانوا في فرنسا أو في كندا، في أمريكا، في أستراليا، في الصين، في كل الأماكن، أقول لهم الشريعة دائما حاضرة في قلوبنا، والشريعة ترحب بأبنائها وبسواعدكم، سواء كنتم حاضرين أو غائبين الشريعة ستتقدم إلى الأمام. الشريعة تنتظركم وتحبكم وتريدكم ومحتاجة إليكم، فلنكن منها ولتكن منا، لأننا لم نغير الشريعة يوما ولم تغيرنا، لأن هؤلاء هم أهلنا، هؤلاء هم أصدقاؤنا، هؤلاء هم أصدقاء الطفولة. شكرا للجميع. نقابر قيمة مبادئنا في عدل الله، نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم النبي. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم النبي. قيم كبرى لما نعليها تعلينا، تشجير لقناة باها جسور. البرنامج تم تنفيذه على يومين، لكن التحضير دام لمدة أكثر من شهر ونصف، والآن العملية تحضر داخل المكتب الجمعية ومجلس الجمعية. الجمعية قامت بمراسلة جميع الإدارات المختصة. نشكر، اليوم رانا نعيشوا عرس حقيقي في مدينة الشريعة. العرس شارك فيه جميع أطياف المجتمع والإدارات المحلية. اليوم نشكر الأمن الوطني، إدارة الغابات، إدارة الجزائرية للمياه، وكذلك المواطنين اللي ساهموا بشكل كبير في إنجاح هذا العرس. نتمنى العملية هذه تتكرر، ولما لا الخروج إلى شوارع أخرى من مدينة الشريعة. مدينة الشريعة فيها العديد من الشوارع اللي ما زالت ناقصة عملية تشجير، عملية تنظيف، عملية طلاء الأرصفة. جمعية جسور إن شاء الله عقدت العزم على أن لا تعود إلى الوراء، كلنا يد واحدة من أجل مدينة الشريعة. بارك الله فيك. ننصر الأفان للقائمين على هذه الجمعية، افتح يا رجال، بمناسبة هذه الحملة المباركة في تشجير المدينة. شيء جميل بالنسبة لسكان هذه المدينة، هذه المدينة الغراء التي كبرنا وتربينا في أسوارها. أتمنى أن يثبت الأجر وأن يكفلك الله بما فيه خير في هذه المدينة. شكرا أخي. مسلما كنت وأبقى مسلما، بعدل أنا فإن الخير أمام. كان من غرسك بذرا فنما، واسلك الحق ورد دائما. مسلما كنت وأبقى مسلما، ترفع الكل مقاما، وبك الأخلاق تطرب من يوم الإسلام.
فقط جمعية جسور هي جمعية أبناء المدينة، أبناء مدينة الشريعة. لذا ندائي إلى كل مواطن المدينة أن يقدموا مساعدة للمدينة سواء كانت مادية أو معنوية، فإن لم يكن كلتا الحالتين فالصمت أيضا يعتبر مساعدة لنا، لأن كل الكلام الهدام لا نريده ولا نريد النقد من أجل النقد. نحن كلنا يد واحدة من أجل انهار المدينة ويرجع الصورة المشرقة لها التي عرفناها في الثمانينات والسبعينات، وأشكر الله على الجميع. خلق الله السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها، خلق فيهما كل ما يكفي لنعيش بسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. رئة الأرض في غاباتها، في بحارها وأنهارها، ميزان أقام الأرض بلايين السنين. ثم أتى الإنسان، ثم أتى الإنسان. أهلكنا الحرث والنسل، أشعلنا نار الحرب، دمرنا، شردنا، طغى بعضنا على بعض. لم نترك يابسا ولا لينا، لم نترك إنسانا ولا حيوانا. عثنا في الأرض فسادا حتى اشتكت الأرض إلى بارئها. يموت أناس جوعا وآخرون تخمى، يهجر الكثير لينعم القليل. دمار، انهيار، فساد وظلم، ولكن لا يأس من روح الله، فالإنسان مخير. فكما يوجد شر هناك الخير، وأمام الفساد يقف الإحسان، ولا بد للعسر أن يصاحبه اليسر. أرسلنا أناسا إلى القمر، قضينا على أمراض فتاكة، بنينا ناطحات السحاب، حلقنا بين السماء والأرض، محونا الأمية في كثير من أرجاء الأرض، اخترعنا، نهضنا وبنينا، وما زالت الرحلة في بدايتها. فرحلة الإحسان شاقة، سنتعثر فقط لننهض. جبال من الصعاب تسهل أمام الإنسان، فلا بد لنا أن نعمر الأرض. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟